حلقة جديدة من فاشن لوك من طلفي عليكم هالأسبوع. حلقتنا موجهة هالمرة للمحجبات. وصلني رسائل كتار من صبايا عم يسألوني إذا فينا ننسق الحجاب مع إطلالاتنا، إذا بيختلفوا بين الإطلالات اليومية والإطلالات الرسمية. الجواب اليوم عندي، ورح استغل هيدا الموضوع لخبركن شو هن اللفات العصرية الدارجين هالموسم. تابعونا. أولاً، الألوان المحايدة بالحجاب هي الأسهل بالتنسيق، يعني مثل الأبيض والأسود، خصوصي إذا لابسين التياب فيه نقشات وعدة ألوان. الأفضل تجنب الحجاب المنقش مع التياب المنقشة كرمال ما يصير فيه زحمة باللوك. طيب، بس على طول لازم يكون الحجاب بالأبيض والأسود؟ أكيد لا، حتى فيكن تلبسوا ألوان قوية بس بطريقة معينة. يعني مثلاً الحجاب الأحمر الأفضل يتنسق مع إطلالة مونوكروم، يعني بلون موحد مثل ما عم بتشوفوا على الشاشة، لأنه لون واحد قوي بكفي للإطلالة. أو مثلاً حجاب اللون البرتقالي بيتنسق مع الألوان النيود، وهيك بتحسوا إنه صار في تجانس بين اللون الصارخ بالحجاب والألوان الهادية بالتياب. وعلى سيرة الألوان النيود، بالفترة الأخيرة درجت كتير هالألوان للحجاب والإطلالات، وإنه يتم تنسيق الأوتفيت على لون معين بس بدرجات مختلفة مثل ما عم بتشوفوا بالصورة. هلأ رح ننتقل للحجاب المنقش أو يلي ما بيكون سادة وفيه كذا لون. كيف مننسقه؟ الجواب سهل وبسيط. الحجاب المنقش نلبس معه تياب سيمبل وبيكون لونه متناسق مع لون أو لونين ماكسيموم من الألوان الموجودة بالحجاب، يعني منختار لونين موجودين بالحجاب ومننسق تيابنا على أساسهم. الحجاب بالإطلالة الكلاسيكية بيختلف عن الحجاب بالإطلالة الرياضية أو اليومية، وفي طريقة بيتبعوها الفاشينيستاز المحجبات، وهي تنسيق البنطلون أو التنورة مع الحجاب، يعني بيكون لون القميص الفاصل بين القطعتين. أما بالنسبة للبدلات النسائية الدارجين بالفترة الأخيرة، الأفضل يكون حجابك من نفس لون تيابك بس بدرجة أغمق أو أفتح. ننتقل لفساتين السهرة، وهون بدنا ننوه انه بدنا نبتعد عن الحجاب القطن. الافضل يكون ساتان او شيفون مثلا. ممنوع يكون الحجاب منقش او مزخرف بطريقة اوفر مع الاطلالات المسائية، والاحسن يكون من نفس لون الفستان او بدرجة افتح او اغمق. ما ترتكبوا خطأ كتار بيعملوه، وهو انه بيلجأوا للالوان المحايدة يلي ما بتلبق مع الاطلالة المسائية، يعني الاصفر القوي مع حجاب اسود باطلالة لسهرة او مناسبة مش محبذة أبداً. خطأ تاني بيعملوه بعض الصبايا إنه بيشتروا فستان مفتوح وبيلبسوا تحته التوب وبيبين غلط على العين. الأفضل من الأساس تتأكدوا إنه الفستان يلي عم تشتروه ملائم لحجابكن ومش مفتوح كرمال ما تضطروا تلبسوا أكتر من قطعة. شو قطع التياب الأساسية يلي لازم تكون بخزانتك لتنسق إطلالة حلوة؟ أهم شي يكون عندك قمصان وتي شيرت وتوب بيزك بعدة ألوان، وكمان لازم يكون عندك جاكيت جينز لأنه قطعة ستايلش وممكن تستخدميها عدة مرات. لازم يكون عندك بنطلونات بألوان موحدة وتنانير طويلة ومش منقشة. المزج بين هالقطع ممكن يخلق أكثر من لوك مهضوم، وفيك تختاري معهم الحجاب يلي بدك إياه. رح نختم باللفات الدارجة هالموسم. أكيد لكل بلد ومنطقة تقاليد معينة لارتداء الحجاب، والبعض منهم صاروا ترند، يعني اللفة الضيقة المعروفة بالخليج صارت دارجة. البعض بحب اللفة يلي بتغطي الشعر بس من دون الرقبة، والبعض بحب التوربن، وفي صبايا بحبوا يعملوا موديلات مختلفة بالحجاب وبتختلف حسب الأذواق. وأكيد ما بننسى الحجاب التقليدي المعروف واللي فيكن تلبسوه بأي طريقة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من نصايحنا لليوم. إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتنا على يوتيوب. شكر كتير كبير للمصمم جو يازجي، وأنا وياكم منلتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد.